سعود انسرقنا انسرقنا سرقنا؟ ايش تقول انت؟ خلنا نشوف. هذا مشاري مشاري ما في غيره، هو اللي سرقنا. اللي ما يستحي شغالين معه يجي يسرقنا؟ شلون كذا؟ امشي امشي. انا ما سويت شيء. والفلوس وين هي مشاري؟ اي فلوس اللي قاعد تتكلم عنها انت؟ ترى ادري انك انت اللي وراه، وانت بتطولها قد ما تقدر وتبي ترد اعتبارك. اعتبار ايش بطول ايش؟ قاعد تخربط انت. اقول لا تقعد تلف وتدور وتستهبل علي، ما في احد له مصلحه بالفلوس غيري. انا عارف ما ودك تقفل هالباب، لان لو تقفل هالباب بتنفتح عليك ابواب كثيره، لكن بيتقفل وغصب عليك مشاري، تفهم؟ ولو ما رجعت الفلوس أبعتبر انك اخذت 600,000 وسددناك من الدين. ايش قاعد تخربط انت؟ وش اللي سددتني ما سددتني؟ ما حطيت بيدي شيء تراك. وانت انتظرت نحط بيدك شيء؟ انت يدك مدت من ورانا يا مشاري، ومستحيل التخلى عن طبعك، لكن ما تعدلت وصرت رجال، تراي بعدلك ولو بالغصب. هذا وشلون عرف؟ ما ادري ركنت، ما بسهل، بس احنا لازم نشوف لنا طريقه نرجع فلوس وما تبين انه احنا اللي ماخذينها. أقشر هالركان هذا. طيب شلون تبي ترجعها؟ أنا مشاري مجهز له خطة جهنمية.